عودة لحضراتكم من جديد. وسمنا بوابة لأمراض كتير زي مثلا الضغط المرتفع، السكر وغيرها. وأول ما الواحد الحقيقة بيزيد في الوزن حتى لو حاجة بسيطة 2 3 4 5 كده كيلو، على طول الواحد بيتجنن يفضل يدور على أي طريقة يخس بيها. بس تخيل بقى أو تخيلي لما بتعملي دايت وماشي على نظام صحي وبتلعبي رياضة عشان تخسي، وبعدين تقفي على الميزان في الآخر تلاقي نفسك بعد العذاب ده كله وزنك ثابت مفيش أي نزول. طبعا على طول أول حاجة بتحصل يجينا إحباط ونرجع ناكل أكتر من الأول ووزننا يزيد أكتر برضو من الأول. طب ليه بيزيد؟ ليه بنثبت في الوزن؟ ليه ما بنخسش زي ما احنا عايزين؟ معنينا بنعمل كل حاجة صح على قد ما بنقدر. كل ده هتجاوبنا عليه النهاردة ضيفتنا اللي منورانا مها عطوة، خبيرة التغذية العلاجية. ازيك يا مهمو؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. مها بحب جدا ان انت معانا في الحلقة وفي الفقرة دي بتدينا أمثلة وحالات كتير بتقابليها وبتجيلك بمشاكل تتعلق بزيادة الوزن وبتشاركينا فيها وفي الحلول بتاعتها. أول حاجة في الحاجات دي عايزاكي تجاوبيني على السؤال ده، ممكن أبقى بعمل دايت وماشي على نظام صحي جدا ما بنزلش في الوزن، هل بتقابلي الحالات دي؟ طبعا كتير، لأن احنا أول حاجة بنعملها لما بنيجي وزننا بيثبت احنا بنحرم نفسنا، فجسمي بيدخل في مجاعة فبالتالي وزني بيفضل ثابت أو ما بنزلش في الوزن. فأنا يعني عايزة أقول لك احنا معانا مفيش حاجة اسمها ثبات في الوزن، بننزل في الوزن والوزن بقى نزول الوزن معانا سهل جدا، يعني زمان كان صعب إن أنا أنزل في الوزن. وزني بيثبت بقعد اعمل دايت، انا لا بعمل دايت ولا بحرمكم من اكل ولا بعمل اي حاجه وفي نفس الوقت ايه بنزل في الوزن. في حالات كتير موجوده معانا في كل بيت ويمكن بيتفرجوا علينا دلوقتي موجود حاله او اتنين على الاقل، يعني مثلا ستات البيوت اللي بتبقى قاعده دلوقتي بتتفرج معانا على البيت بتربي ولادها وزنها زايد فوق ال 100 و 120 كيلو، مش عارفه تعمل شغل بيتها، مش عارفه توطي، مش عارفه تنزل، يعني مثلا لو واحده ست كبيره مش عارفه ابنها ساكن معاها في نفس البيت مش عارفه تطلع او تنزل له بسبب خشونة المفاصل، لأن زيادة الوزن بتعمل خشونة في المفاصل بتخليني مش عارفة أصلي، مش عارفة أتحرك، مش عارفة أقوم شغل بيتي أصلا أو أعمله. يعني مثلا تالي حالة معانا الرجالة مثلا بيجي لنا حالات كتيرة معظمهم الرجالة اللي بيبقى عندهم البطن مش عارفين، مثلا ممكن يبقى سواق أوبر، ممكن يبقى شغال في مكتب بطنه مش عارف يتحرك، مش عارف ينام وياخد نفسه بالليل. تلاقي حتى بيبقى عندهم صوت النفس عالي بالليل وفي حتى ستات بتفضل تقول أنا مش قادرة أنام جنب يعني في نفس الأوضة بسبب الصوت العالي ده، كل ده بسبب الكرش بيخلي واحد مش عارف يتنفس، بيجي له انقطاع في النفس. كمان معانا الأطفال دايما اللي هم بيبقى وزنهم زيادة بيتعرضوا دايما للتنمر من أصحابهم في الدروس وفي المدرسة وفي الشارع، وبحالتهم دايما نفسية وحشة بسبب تريقة من صحابهم إن أنت وزنك كبير، إن أنت تخين، مش عارف تتحرك، مش عارف تلعب. كمان معانا الستات دايما أو البنات المقبلات على الزواج بتلاقيهم نفسهم على الأقل تبقى شكلها حلو في فستان الفرح أو الخطوبة، عايزة تنزل من 10-15 كيلو على الأقل مثلا في شهر، كل ده بينزل معانا في الوزن. الست اللي اتجوزت ونفسها او اتحرمت من حلم الامومه بسبب ان هي وزنها كبير او عندها ارتباط طبعا السمنه بتكيسات المبايض، وكل ما تروح لدكتور يقول لها لازم تنزلي في الوزن الاول عشان تروح التكيسات وتتعالجي منها، احنا الكورس معانا بيعالج كل الحاجات كل الحالات دي. الست اللي ولدت ووزنها زاد في يعني وزنها زاد قوي، مش معنى ان انا مثلا مهتميه ببيتي ولادي اقول لا انا لازم انا كده كده مش فاضيه، لا انت لازم ترجعي ثقتك في نفسك ولازم عشان تعرفي تتحركي اكتر وتشوفي بيتك ويفضل جوزك على طول شايفك بشكل كويس، مش معنى ان انا ولدت أو خلفت يبقى أنا أسيب نفسي، لأ لازم أحافظ طبعا على صحتي أهم من شكلي كمان. كل الحاجات دي بتاعتنا الحالات دي كلها ايه فوائد الكورس اللي انا جايه بيه بيساعد الناس دي كلها ازاي؟ اول حاجه معايا ان هو بيسد معايا الشهيه من 6 لـ 8 ساعات، يعني انا بدل ما هاكل كميه رز كبيره او طبق كبير هاكل مثلا معلقتين ثلاثه واكون شبعت، لو هاكل طبق محشي زي ما احنا متعودين في البيت المصري كلنا عندنا بنحب المحشي هناكل صباعين ونشبع، فانا عملت بالكورس بتاعي ان انا سديت الشهيه وده عامل مهم جدا ان انا اقفل بقي وما بقاش على طول شهيتي مفتوحه اللي هي اصلا بتزود لي الوزن. تاني حاجة كمان الدهون المتراكمة اللي بيعاني منها كل الناس حتى لو أنا وزني قليل، بتلاقي عندي مناطق ما بتنزلش سواء في الأرداف سواء في البطن عند الكرش زي ما قلنا الرجالة أو الستات،
الظهر، الدراعات، دايما بتلاقي عندي منطقه ما بتنزلش باي طريقه، يعني لازم اقول لك انه يعني لازم تلعبي رياضه وكده، وبرده ما بتنزلش نفس المناطق دي. ده برده الكورس بتاعنا بيفتت لي الدهون دي وحولها لدهون بسيطه. وكمان معانا حاجه للناس اللي ما بتعرفش تتحرك ولا تعمل دايت، ولا ما عندكش وقت تروح الجيم، ما عندكش وقت تعمل اي حاجه، انا معايا الكورس كمان بيعلي الحرق معانا 4 أضعاف الحرق الطبيعي. فانا بحرق من غير ما اقول لك العب رياضه، من غير ما نتحرك، من غير ما نعمل اي حاجه. كمان معانا عامل مهم جدا، معظم الناس بيبقى عندها هاجس، انا مجرد ما اعمل دايت اول شهر تاني شهر بتلاقيني في الشهر الثالث رجعت زدت اللي انا نزلته تاني. فانا الكورس بتاعي كمان بيخليني اثبت معاكي الوزن اللي انت وصلت له. يعني انا عشان كده دايما برشح كورس ال3 شهور بتاعنا، بندي انا ليه بقول ان هو ان انا باخد عليه تخفيض وباخد عليه عروض، وكمان بيبقى في حاجه مهمه اللي هو الفينيل ده بيثبت معايا الوزن، فبيخليني ما ارجعش اللي انا نزلته في الوزن تاني. فدي حاجه مهمه جدا. وغير كمان ان المفروض يعني عاملين كمان عروض وعاملين هدايا. عايزه اقول لك كورس ال3 شهور ده عاملين عرض ال70% وعاملين عرض ال40%. مكون من ايه مع العروض دي علشان نقدر نختار كده هنعمل ايه؟ تمام، احنا معانا كورس الشهر ده هو الاناسيليوم بينزلني من 10-15 كيلو، ده عاملين عليه تخفيض 40%، ومعاه كمان عاملين هديتين، كريم للبشره وفيتامين دي. وكورس الشهرين الاناسيليوم والكارنيتوراكس عاملين عليه تخفيض 50%، ومعاه هديتين، كريم لشد الترهلات وفيتامين دي. وكمان من فوائد الكورس كريم شد الترهلات ده للناس برضو اللي بتنزل في الوزن، تقول انا بعالج حاجه ارجع، يعني نزلت في الوزن ارجع اعالج الترهلات والدهون الموضعيه وشكل جسمي. فعشان كده انا بدي لك كمان كريم شد الترهلات عشان ما يحصليش ترهلات، والفيتامين دي احنا بنعوض بيه الفيتامين اللي بنفقده في اي دايت، فانا بديك كمان فيتامين مع الكورس هديه. كورس ال3 شهور واللي انا دايما بحبه وبقول ان هو انا بدفع بس 30% وباخد 3 منتجات وثلاثه اهم من بعض، يعني بسد الشهيه وبيركز لي على الدهون الموضعيه، واهم حاجه اللي هو اللي بنسبب بيه الفينيل ده بيبقى موجود في كورس ال3 شهور، بثبت بيه الوزن عشان قلنا الناس اللي بترجع في الوزن ترجع تزيد تاني. لا، احنا بنثبت معاكي الوزن عشان ما ترجعش تزيد في الوزن زي ما يعني احنا متعودين. وطبعا الكورس مصرح من وزارة الصحة، ودي أهم حاجة دايما أنوه عنها، إنه أهم حاجة يا جماعة لما نيجي ناخد حاجة نبقى واثقين ومتأكدين إن احنا مدخلين حاجة طبيعية لجسمنا، لأن الأطفال كمان بتاخدوا معانا، كبار السن، أي ناس عندهم أمراض بيعانوا من أي مرض بياخدوا الكورس بكل أمان، لأنه مصرح من وزارة الصحة كله أعشاب طبيعية. كمان المتابعة معانا بتبقى مجانية، يعني فوق كل العروض والهدايا. وعايزة أقول لك بجد يعني ناس كتيرة من اللي قاعدة بتتفرج علينا بتبقى عندها مشكله على الاقل من المشاكل اللي احنا اتكلمنا عنها طبعا. دي فاحنا لا بنحرمك من الاكل، ولا بنقول لك اعمل رياضه، ولا بنقول لك اتحرك، ولا بنقول لك اعمل دايت. احنا بناكل كل اللي احنا عايزينه، وبننزل في الوزن وبنحرق، وكمان بنثبت اللي احنا نزلناه. كمان التوصيل معانا مجانا لكل المحافظات، ولو الناس اللي مش عارفه تتواصل معانا الارقام ظاهره معانا على الشاشه، ممكن تتصل اتصال عادي او واتساب او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، والتوصيل كمان معانا مجانا. ده جميل جدا. طبعا اللي بيتابعونا بيبقوا يعني يا اما زايدين في الوزن قوي فوق ال 30 و40 كيلو، اول حاجه بتخطر في دماغهم يا مها على طول هروح اعمل عمليه جراحيه، هروح اعمل تحويل مسار، تحويل معده، تكميم. هل الكورس ممكن يفيد اصحاب الزياده في الوزن العاليه قوي دي اللي بيبقى في اعتقادهم انها بس عمليه جراحيه؟ ده بالعكس، عشان كده احنا الكورس بتاعنا بنسميه بديل عمليات البالون وتكميم المعده. انا الكورس بيسد معايا الشهيه عن طريق ان هو بيعمل لي نفس مفعول بالون المعده. الالياف عندي بتنزل في المعده، دي كبسوله واحده انا بس باخدها الصبح، انا بقول لك ادخل عمليات ولا ادفع تكاليف، هي كبسوله واحده باخدها قبل الفطار بنص ساعه، بشرب 2 لـ3 كوبايات ميه، بتديني نفس مفعول بالون المعده. فانا كده سديت الشهيه بالياف ملهاش اي سعرات حراريه، وهي قشور
السيليوم طبعا معروفه ان هي بتديني نفس مفعول بالون المعده، بس لا هقص جزء من المعده ولا هعمل ولا هيحصل لي شحوب ولا هيحصل لي تساقط في الشعر ولا هيبقى في اثار جانبيه اللي هي دايما بتبقى بعد العمليات. وكمان بديكم فيتامين وبديه كريم لشده الترهلات، فاحنا بنعمل كل حاجه بطريقه سهله جدا. زمان كان صعب ان احنا ننزل في الوزن ونقول دي حاجه صعبه، انا لازم اعمل دايت، انا لازم اتحرك، انا ما عنديش وقت. احنا كل ده بنعمله بس بكبسوله واحده وبطريقه سهله، ما بحرمش حد. احنا ضد الدايت، يعني احنا بناكل كل حاجة بس كمية الأكل عندي لما بتقل طبعا بمفعول قشور السليم، أنا باكل الكمية قليلة فطبعا بنزل في الوزن بكل سهولة، وكمان الحرق معايا بيزيد فأنا ما بضطرش إن أنا أتحرك. والدهون الموضعية اللي بيعاني منها كل الناس برضو بنزلها بالكارنيثوراكس، فانا كل المشاكل اللي بتعاني منها الناس سواء دهون موضعيه سواء ان انا عندي شهيتي مفتوحه ان انا ما بحرقش، كل الحالات دي بتنزل بكبسوله واحده بس، وغير العروض والهدايا اللي احنا على طول عاملينها وانه مصرح من وزاره الصحه. الحقيقه مها اللي بتقوليه رائع، لكن انا مثلا كمستخدمه كل واحد في ايده موبايل او تابلت بيلاقي بقى على السوشيال ميديا مليون عرض ومليون دواء، ولا احنا عارفين ده ايه ولا مصرح ولا لا، ايه الفرق؟ وخصوصا ان انت دايما معايا بتسالي لاي متصلين، احنا معانا متصلين بس هنرد عليهم دلوقتي، بتسالي اي حد هو انت عملت قبل كده، اخذت مكملات غذائيه، اخذت كورسات قبل كده من على الانترنت، فايه الفرق ما بين الكورس بنتكلم عنه النهارده وما بين الكورسات الراندوم اللي بنلاقيها؟ بالعكس انا دايما اقول للناس ما تاخدوش اي حاجه انتوا مش عارفين مصدرها ايه، لان انا كده قبل كده ايوه طبعا انا ليه اخد حاجه انا مش عارفه هي ايه ولا عارفه صلاحيتها ولا عارفه هي جايه منين ولا مكوناتها ايه. لا احنا الكورس دايما بنتكلم عن المكونات، واهم حاجه بنتكلم انه مصرح من وزاره الصحه، ما بيعملليش اي حاجه ولا بيلعب في كيمياء الجسم ولا بيدي اشارات غلط للمخ، بالعكس انا باكل بطريقه طبيعيه، الياف واعشاب طبيعيه بتديني اشاره طبيعيه للمخ ان انا شبعت، فبالتالي بحرق برضو بالياف وفواكه طبيعيه، كلها حاجات طبيعيه ما بتعمليش اي. طبعا الحاجات التانية دي بتلعب لي في ضربات القلب طبعاً. بتخليني عندي ارق، بتخليني ترفع لك الضغط، ترفع الضغط، بتخليني كمان مش عارفه اتحرك، على طول بنهج، على طول تعبان. انا مش عايزه ده، انا لا بحرم حد ولا، وبناكل بطريقه طبيعيه بس الكميه قليله وفي نفس الوقت حاجه طبيعيه مصرحه من وزاره الصحه، الناس كلها تقدر تاخدها معانا. غير لما اخد حاجه ممكن مع الوقت، على فكره في ناس بيجي لها سكتات دماغيه وسكتات قلبيه لا قدر الله بسبب ان انا واخده حاجه مش طبيعيه اصلا وهي اصلا محرمه دوليا. في كبار السن بيبقى قلقانين قوي من التعارض ما بين كورسات او يعني اي دواء ياخدوه زياده او مكمل غذائي مع الادويه اللي بياخدوها للامراض المزمنه. هل يعني ممكن يقلقوا من النقطه دي؟ هل ممكن يحصل دراج انتر اكشن او تعارض في الادويه ما بين الكورس والادويه اللي اوريدي بياخدوها؟ بالعكس ده السؤال ده حلو جدا، لان في ناس كتير كان عندها سكر برضو بتبقى قلقانه او عندها ضغط او بتاخد ادويه بتبقى قلقانه ان هي تاخد الدواء ده يتعارض. بالعكس ده في ناس حالتها اتحسنت والسكر معاها ظبط والضغط ظبط بسبب ان انا وزني نزل، وفي نفس الوقت دي حاجه طبيعيه ممكن اخدها. لو انا باخد اي ادويه سكر ضغط قلب باخد الدواء بتاعي عادي ما بيتعارضش مع اي ادويه انا باخدها. طب احنا معانا استاذ علاء، هنشوف دلوقتي يا مها استاذ علاء هيحكي لنا قصته ايه، اخذ الكورس ولا عمل ايه. يا استاذ علاء مساء الخير. تنور سنابين، اخبار حضرتك؟ انا كويسه الحمد لله، ازي حضرتك؟ وانت طيب؟ الحمد لله بخير. اتفضل. انا جربت الكورس بتاع السيرام وتمام قوي، ما فيش اي اعراض جانبيه ليه الحمد لله بفضل من ربنا. ثم الدكتوره يعني نزلت 17 كيلو في شهرين. نزلت ايه؟ الصوت مش واضح، انت سامعه؟ نزلت كام كيلو في شهرين يا استاذ علاء؟ 17 كيلو في شهرين. 17 كيلو في شهرين. 17 حلو، انت تابعت مع دكتور مين يا استاذ علاء؟ الو؟ الو؟ طيب الخط قطع. 17 كيلو حلو قوي، بس كنا عايزين نعرف قد ايه طوله ايه فاضل له كام كيلو لسه عايز ينزله. الرجاله بقت مهتمه كمان بالرشاقه. ايوه طبعا، على فكره الرجاله يعني بيتهيأ لنا ان هو يقول لك انا مش عايز انزل في الوزن او انا شكلي كده، بالعكس هم بيبقوا متضايقين جدا وصحتهم كمان. يعني لما انزل في الوزن
انا كده بحمي نفسي من امراض كتيره ممكن تجيلي. وطبعا ما حدش فينا يعني عايز يمرض ولا يجيله سكر لا قدر الله طبعا. او ضغط، لان دي بتبقى يعني حاجه على المدى البعيد وحشه جدا طبعا. اكيد. طيب دلوقتي ايه اللي هيخليني بدل ما بعملش نظام غذائي، ما بعملش دايت او ريجيم بمعنى كلمه ريجيم، ايه اللي هيخليني اخس؟ يخليني اخس ان انا باكل كميه قليله. اوكي، يعني اعتماد الفورس اعتماد على كميه الاكل على فكره زياده الوزن. يعني عايزه اقول لك انا عمري في حياتي ما عملت دايت. يعني احنا لو انا عملت دايت انا بالعكس ممكن ازيد في الوزن. انا لما بحرم نفسي وزني بيزيد، بمل، بتلاقيني قعدت فتره وبعد كده خلاص. لا، احنا عايزين حياتنا يبقى زي لايف ستايل كده. وايه اللي بيساعدني ان انا اعمل كده، لان مش كل الناس طبعا بتقدر تتحكم في شهيتها، ان انا بدي عامل مساعد. العامل المساعد ده بيخليني اتحكم في شهيتي، ابتدي بدل ما كنت باكل كميه كبيره هاكل كميه قليله، بس في نفس الوقت انا باكل من اكل البيت، باكل من اكل مامتي، بعمل نفس الاكل اللي بعمله لاولادي انا برضو باكله، بس الكميه قليله، وهكون شبعانه وهكون راضيه، مش هبقى ايوه مش هيبقى عندي ارهاق، مش هبقى تعبانه. بالعكس، ده احنا كمان بندي فيتامين وبندي كريمات لشد الترهلات. يعني كل الحالات اللي بتبقى مش عارفه تنزل في الوزن بتنزل بكل سهوله بجد بكبسوله انا بس باخدها الصبح. لا بقول لك خدي نقط ولا خدي حقن ولا اعملي اي حاجه. بالكورس تاني. تمام. الكورس بيعمل ثلاث حاجات او ثلاث حاجات والثلاثه اهم من بعض. اول حاجه بيسد معايا الشهيه، بيخليني بدل ما باكل كميه كبيره باكل كميه قليله، انا بنزل في الوزن بكل سهوله بكبسوله واحده، بتعمل لي نفس مفعول بالون المعده. ده اللي هو كورس الشهر الاناسيليا. كمان عاملين على كورس الشهر، وكمان في نفس الكبسوله حاجه بتحرق لي يعني بتزود معايا الحرق 4 أضعاف. فانا لو انا ما عنديش وقت العب رياضه، الناس كلنا دلوقتي او معظمنا احنا طبعا كبلد عربي يعني ومصري ما عندناش وقت نروح، حياتنا كلها مشاغل، مش عارفين نتحرك، مش عارفين نروح الجيم، مش كلنا بنعرف نعمل نروح الجيم. فانا بزود معاكي الحرق برضو في نفس الكبسوله، وده كورس الشهر عاملين عليه كمان تخفيض 40%، وبنعوضك بفيتامين. لو طبعا بنعمل، لو الاكل معايا بيقل فبفقد فيتامين طبعا مع نزول الوزن طبعا. فانا بعوض معاكي الفيتامين، وكمان الترهلات اللي احنا بتظهر لنا مع نزول الوزن بديه كمان هديه مع كورس الشهر، بندي فيتامين دي وتخفيض ال 40% وكمان كريم لشد الترهلات. تاني حاجه انا بعمل ايه؟ بركز على الدهون الكورس، بركز على الدهون اللي الناس ما بتعرفش تنزلها باي دايت، باي رياضه، باي حاجه غير بعمليات طبعا النحت. احنا برضو بنفس الكورس بركز على الدهون دي، بتنزل معايا بكل سهوله. وكمان عاملين عليه تخفيض الكورس الشهرين، عاملين عليه تخفيض 50%، وبرضو عاملين كريم شد الترهلات وفيتامين دي. برضو قلنا ايه اهميه كل حاجه فيهم، احنا بنديهم هدايا ليه؟ عشان مش هنزلك في الوزن وبعد كده ترجعي تعالجي حاجات تانيه طبعا. تالت حاجه واهم حاجه اللي في كورس الثلاث شهور، تثبيت الوزن. تثبيت الوزن اللي كل الناس دايما تقول انا مهما انزل في الوزن هرجع ازيد تاني فبفقد الامل فمش عايزه انزل تاني. لا، انا اللي هتنزلي بوعدك ان انت هتثبتي على وزنك وبطريقه طبيعيه، وزنك هيثبت، ومش هيثبت ان انا يعني مش هنزل في الوزن، لا انا هنزل في الوزن وهثبت كمان. وعاملين تخفيض 70% على كورس الثلاث شهور اللي فيه الفينيل اللي هو مهم جدا، ودايما اقول للناس يعني بحب ارشح لهم كورس الثلاث شهور عشان فيه الفينيل اللي بيثبت معايا الوزن، وكمان بديكي كريم لشد الترهلات وفيتامين دي، وكمان المتابعه بتبقى معانا مجانيه. الناس كلنا مش ما عنديش وقت اروح اقعد في عيادات واستنى وادفع كمان مصاريف، لا انا معايا وانا قاعده في بيتي كده معايا دكاتره بيتابعوا معايا مجانا، سواء مجانا واسبوعيا. الارقام اللي بتبقى ظاهره عليها ارقام على الواتساب بتبقى عليها فريق طبي متكامل بيسالك طولك، وزنك، اي حتى لو انا عايزه نظام دايت، حتى لو انا عايزه مشروبات تساعدني، حتى لو انا اي حاجه حصلت معايا في الكورس اي دروب بكلمهم بيحلوا لي مشكلتي في نفس الوقت. لو اتاخروا ساعه 2 بس لازم الارقام دي بترد علينا. وكمان الشحن معانا مجانا لكل المحافظات، يعني مش هدفع كمان مصاريف شحن، يعني هاخد ال 70% ومعايا الهدايا والمتابعه مجانيه والشحن كمان مجاني والكورس مصرح من وزاره الصحه طبعا. دي اهم حاجه طبعا معانا. طيب ممكن نشوف الصور قبل وبعد، واحنا بنشوف الصور وبنشوف الحالات اللي خست ما هتفكرنا كمان بالخمس امراض اللي الكورس ده بيقدر يساعد في علاجهم من غير ما نحس.
ده مثلا خس ده كان 110 يمها بقى 80 خس 80 30 خس قصدي بقى 80 خس 30 كيلو في 3 شهور يعني 10 كيلو في الشهر. شوفي بقى اللي بنتكلم عليه الرجاله والدهون الموضعيه اللي بتبقى موجوده في البطن بتعمل قد ايه مشاكل واحراج، وحتى يعني شايفه حتى شكل الشميز هنا يعني الزرار مش عايز يتقفل. الصوره الثانيه الجسم ما فيهوش اي ترهل، ما فيش بطن اساسا ولا كانه كان في بطن من الاول، ده اللي بنقول عليه اللي ما بينزلش باي رياضه ولا باي دايت نزل معانا في الكورس، وشكل الجسم والبطن والتثدي كل المشاكل اللي بتعاني منها الرجاله وبتحرجهم في الصوره الثانيه اختلفت تماما. طبعا الصوره اللي بعد كده اهو برضو نفس المشكله، الرجاله والبطن خسر 40 كيلو في 3 شهور وده وزن رائع من غير ولا ترهلات، وحتى شايفه في الصوره الاولى مش عارف يقعد مش عارف يقعد زينا كده، في الصوره الثانيه قاعد وهو تاني نفسه عادي يعني ممكن يتحرك. مش هيلاقي ده في ناس ما بتعرفش بجد شوية. والله ما بيعرفش يربط رباط الجزمه ما بيعرفش يسوق ما بيعرفش يقعد على مكتب، كل الحاجات دي شايفه منظر البطن عامل ازاي. في الصوره الثانيه قاعد بكل اريحيه لان منطقه الدهون اللي كانت عنده في البطن نزلت اختفت. برضه رجاله، احنا الرجاله معانا هنا النهارده رجاله في التثدي. ايوه التثدي ده تثدي وبطن ودراعات 90 كيلو بقى 65 كيلو، نزل 25 كيلو في شهرين ونص. عايزه اقول لك من غير ولا رياضه ومن غير ما يتحرك ومن غير اي حاجه، ودي برضو حاجه من الحاجات اللي دايما نقول عنها ان مش بس الرجاله البطن اللي بيبقوا عايزين ينزلوا، في ناس كتيره بتبقى في حالات كتيره معانا في البيوت المصريه. الستات برضو اللي عندها خشونه في المفاصل، الاطفال اللي بيتنمروا عليهم بيبقى مثلا وزنه زايد. اهو شايفه البنوته دي ما شاء الله برضو دي اختلفت حياتها اختلفت دي شايفه حتى شكل اللبس دي مثلا واحدة عندها مناسبة مثلا عايزة تنزل 10-15 كيلو بس دي طبعا نزلت 30 كيلو. في برضو بنات بتكلمنا قبل أي مناسبة ليها عندها خطوبة عندها فرح وعايزة تنزل 10-15 كيلو بينزلوا معانا، وشايفة بقى شكل اللبس كمان اختلف ازاي عشان نعرف نلبس فستان الفرح أو فستان الخطوبة وأنا واثقة في نفسي وشكلي حلو قدام أهل جوزي أو أهل خطيبي. فدي برضو شايفه البنات شايفه ده المثل شكل اللي قلتي عليه في الاول او الحاله اللي قلتي عليها في الاول. اللي هي بعد الانجاب بتروح سايبه نفسها. دي ما سابتش نفسها دي ما شاء الله طبعا لحقت وكلمتنا شايفه 97 كيلو بقت 70 كيلو وعندها طفله هي حتى شايلاه معاها في الصوره 27 كيلو في 3 شهور. شكل جسمها وثقتها في نفسها دي يعني لما كانت مليانه ما كانتش تعرف تتحرك ولا تعرف تطلع سلم، اكيد كان عندها ظهرها ولا هتجري ورا البيبي ده لما يبدا يمشي. وطبعا تربيه الاطفال دي محتاجه مجهود جبار، فانا لازم اكون وزني خفيف عشان اعرف اشوف شغل بيتي وجوزي ويبقى شكلي كمان حلو، ما يجيش جوزي في يوم من الايام يقول لي انت مالك بقيتي عامله كده ليه وانا ما اتجوزتكيش، وما نسمعش الكلام ده ويحصل. على فكره في مشاكل كتيره بتحصل بزياده الوزن، بس لما انزل وزني واهتم بثقه يبقى ثقتي في نفسي حلوه كمان ده هيرجع عليا على البيت، ثقتي في نفسي هترجع على اولادي وعلى بيتي وزوجي وحياتي عامه. طيب نشوف الريفيوهات بقى قالوا ايه اللي اخذوا الكورسات دي وقالوا ايه للفريق الطبي والفريق الطبي بيرد عليهم. تعالوا نشوف مع بعض كده اول ريفيو. صباح الفل والياسمين يا دكتور ندى، انا وزنت النهارده وبقيت 95 كيلو، كان وزني 115 كده انا خسيت 20 كيلو في شهرين واسبوع، بجد شكرا على مجهودك معايا ربنا يكرمك. طبعا ده يدل ان الفريق الطبي ما بيبقاش سايب الحالات. ايوه طبعا، وده كمان يدل ان الناس اللي كانت فاكره بجد ان نزول الوزن صعب، دي حالات قدامنا اهو نزلت في الوزن بكل سهوله وكانت عايز اصلا فاقده الامل ان هي تنزل وجربت كورسات كتير وبرده ما نزلتش، وفي ناس عملت عمليات وفشلت ونزلت بالكورس معانا. وحتى وهي عامله عمليه ما نزلتش في الوزن، بس انا بقول الكورس بيهتم بحاجات كتير يعني صح، فعشان كده بننزل في الوزن بكل سهوله. انا كده خسيت، ده ثاني ريفيو، انا كده خسيت من ساعه ما بدات معاكي حوالي 18 كيلو، انا مبسوطه قوي اصلا، وحتى المرات اللي فاتت كنت ابدا واقف ما كملش ما وصلتش ابدا اني انزل كده، فانا لسه حابه انزل شويه كمان. طبعا اللي بيلاقي نفسه بيخس يا مها بيبقى عنده امل عايز ينزل، وده بقى اللي انا بقول عليه فعلا يعني انا مش عارفه انزل في الوزن، مجرد ما لقيت وزني نزل خلاص بقى عندي ثقه في نفسي عايزه انزل اكتر، شايفه ان في نتيجه فمخلياني اكمل.
وما انا بقول موضوع سهل، انا لا بحرم من حد، ما عملتش ريجيم بقى، ما عملتش دايت، ما رحتش الجيم، ما عملتش اي حاجه، وكل اللي بعمله ان انا باخد كبسوله بس طبيعيه وبشرب ميه، هو ده اللي انا بعمله. اكلي قل ووزني نزل وانا قاعده في مكاني. في ريفيو اهو، كنت 105 وبقيت 95. عايزه الفريق الطبي بيسالها طبعا، عايزه تثبتي ولا عايزه تنزلي مره ثانيه؟ ده بيبقى في ستات انت عارفه ما بيبقوش عايزين يبقوا سكيني، يعني مش عايزين يبقوا رفيعين قوي، لا هي عايزه تبقى كيرفي شويه، مش عايزه تنزل كل الوزن. وشفتي كمان الفريق الطبي بيقول لها نصايح، يعني بيقول لها لا انت بس عشان صحتك لازم 5 كيلو كمان، او عشان تبقي يعني تتخطي مثلا مرض السكر اضراره الجامده؟ ايوه طبعا، لان مش لازم ابقى الوزن المثالي، ممكن ابقى زياده 5 كمان كيلو، بس في ناس بتحب تبقى عايزه توصل للوزن المثالي. وزي ما سالوها تثبيت الوزن ده اللي بنقول عليه، يعني بعد ما بوصل للوزن اللي انا عايزاه انا ممكن اثبت بالفينيل، لان في ناس عندنا بتبقى وزنها كبير قوي فبتضطر تاخد كورس وممكن تكمل بشهر او اتنين، واخر حاجه تعملها تثبيت الوزن عشان ما ارجعش ازيد تاني. انا كل الناس فاكره انا بعد ما نزلت وكل الفتره دي هرجع ازيد، لا طبعا بننزل وما بنرجعش نزيد تاني في الوزن. طيب معانا نرمين على التليفون. يا نرمين مساء الخير. مساء النور يا استاذه دينا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. لو سمحتي عايزه اكلم دكتوره مها. معاكي مها، اتفضلي. هي حضرتك يا دكتور كنت بتتكلمي في اول الحلقه، انا سمعت حضرتك كنت بتتكلمي عن مشاكل السمنه وخصوصا للناس رباط البيوت او للناس اللي بتبقى على مكاتب او الحاجات دي. انا دي مشكلتي، يعني انا مشكلتي ومشكله اختي، احنا مشكلتنا ان احنا فعلا من ساعه لما اتجوزنا وخلفنا جسمنا باظ، واحنا قاعدين في البيت ما بنعرفش ننزل جيم، ما بنعرفش نعمل حاجه. حضرتك قلتي ان الكورس بيعالج المشاكل دي مشاكل ثانيه. ايوه طبعا. كنت عايزه بس حضرتك تقولي لي يعني ممكن يعالجها لي بشكل صحي ازاي، يعني حابه ان انا اتكلم عن الموضوع ده مع حضرتك، لان انا قلقانه اخد اي حاجه بصراحه ما تكونش مصرحه، واللي طمني ان هو مصرح. ما تقلقيش يا نرمين، الكورس مصرح من وزاره الصحه، وعلى فكره كل الحالات اللي انا اتكلمت معاها اتكلمت عليها دي حالات طبعا بيبقى عايزين ينزلوا في الوزن وفاكرين ان النزول في الوزن ده حاجه صعبه. بس لو انت طبعا زي ما قلنا هو حاله من الحالات ان واحده هي واختها بعد الولاده وزنهم زاد، ودي حاجه من الحاجات اللي احنا بنقول مهمه وموجوده في كل بيت، يا ست مش عارفه تتحرك بعد الولاده، يا ست كبيره عندها خشونه في المفاصل، يا ناس عندها بطن، كل الحالات دي باخد بس كبسوله واحده. الكورس بيساعدني ان انا اسد معاهم الشهيه، بيركزني على الدهون لو انا بعد الولاده عندي بطن طبعا. عندي ارداف، كل الحاجات دي بتنزل معايا في الوزن بكبسوله واحده بيثبت معايا الوزن. فهي انا نسيت طبعا اسالها، هي اكيد قفلت، بس طالما بعد الولاده اكيد يعني بيبقى على الاقل الوزن زايد 20 كيلو، في ناس بتبقى زايده حتى لو 10 كيلو. انا ممكن لو 10 كيلو بس انا دايما بجد، والا لو والا فعلا مش هتعرفي تتحركي، مش هتعرفي تربي ولادك، استنت كتير طبعا طبعا. فانا دايما بقول ان الكورس بتاعنا بيعمل كبسوله واحده بتنزل لي بتسدلي الشهيه، بتحرق لي الدهون، بتخلي الحرق معايا يزيد، للناس كمان اللي ما عندهاش حرق، كل ده بينزل معايا بكبسوله واحده بس لكل الحالات. الناس اللي احنا اتكلمنا عنها موجوده في البيت المصري كلهم هينزلوا بكبسوله واحده بس معانا، وكورس الثلاث شهور عاملين عليه تخفيض 70%، وعاملين على الشهرين 50%، وعاملين على الشهر 40%، ده غير كمان ان المتابعه معانا مجانيه والتوصيل مجانا لكل المحافظات. واحب اطمنها لان هي سالت ان الكورس بتبقى قلقانه تاخد اي حاجه، الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه، امن على كل الاعمار من اول 12 سنه لحد كبار السن. طب ايه رايك نختم بالعروض والهدايا اللي مع العروض دي، ونقدر ننقص مع كل كورس كم كيلو تقريبا؟ تمام. احنا عاملين كورس الشهر عاملين عليه تخفيض 40%، عاملين كمان معاه هديه، ده بينزلني من 10 15 كيلو مثلا لاي عروسه عايزه عندها مناسبه ممكن تنزل 10 15 كيلو في شهر بس، وتقدر تلبس الفستان زي ما هي عايزه، وكمان بنديها كريم لشد الترهلات عشان طبعا ده بيبقى هديه، وفيتامين للفيتامين اللي احنا بنفقدها اثناء الدايت، يعني او يعني الاكل بيقل شويه معايا، الوزن بينزل فقدان الوزن، فاحنا بنعوض الفيتامين وكريم شد الترهلات. تاني عرض معانا كورس الشهرين عاملين عليه تخفيض 50%، وده بينزلني من 20 ل 25 كيلو، وكمان بيركز لي على الدهون الموضعيه للرجاله للستات بعد الولاده اللي عندهم بطن، دول الدهون دي بتتفتت معايا، وكمان بديهم كريم لشد الترهلات وفيتامين دي هديه مع الكورس. ثالث كورس عرض لثلاث شهور، وده اهم حاجه اللي تقريبا كل الناس بتبقى حابه عشان الفينيل اللي موجود في الكورس بيثبت معايا الوزن،
ده بينزلني من 30 ل 35 كيلو، عاملين عليه تخفيض 70%. واو. وكمان بديه كريم لشد الترهلات برضو عشان ده هديه، وفيتامين معوض بيها الفيتامين اللي نزلت منك. المتابعه كمان معانا بتبقى مجانيه واسبوعيه، والتوصيل معانا مجانا لكل المحافظات، يعني الفريق الطبي بيرد عليا في اي وقت. التواصل بيبقى عن طريق الارقام اللي بتبقى ظاهره معانا على الشاشه، اتصال عادي او واتساب، او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف دي على الواتساب. والتوصيل مجانا لكل المحافظات، والكورس مصرح من وزارة الصحة، آمن على كل الأعمار، ما بيتعارضش مع أي دواء ممكن ناخده. الناس اللي عندها سكر، اللي عندها ضغط، اللي عندها حتى الغدة الدرقية، خمول، برضو بتاخد الكورس معانا بكل أمان على طول. مهب بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات، وبنتمنى طبعا الصحة للجميع والرشاقة والجمال. مها عطوة خبيرة التغذية العلاجية كانت معانا النهاردة في ست الستات، بشكرك شكرا جزيلا مرة تانية، وبشكر حضراتكم انكم تابعتونا النهاردة. اشوفكم بكرة حلقة جديدة مع ست الستات، اشوفكم يا رب بكل خير، باي.